ان شاء الله الاهلي يعود لمنصات التتويج في كل البطولات. ان شاء الله السنه تبقى احسن كده، اللعيبه تركز وهيبقى في فتره راحه في كاس العالم واللعيبه بتاخد وقتها كده، وان شاء الله يرجعوا احسن يعني. شد حيلكم واحنا متوقعين منكم المزيد. دايما رجاله بتبقوا رجاله في الملعب زي ما عودتونا، وروح الفانيلا الحمراء دايما يعني هي بتبقى الدافع لينا، واحنا كجمهور دايما بنبقى في ظهركم. مش متعودين ان الدوري يطلع بره النادي الاهلي، فبنتمنى ان شاء الله يكون الدوري، وهي بدايه حلوه ان هم بادئين بافريقيا ونازلين زي الفل الحمد لله. الاهلي كده رجع تاني ان شاء الله، كده يبقى موسم موفق باذن الله يعني، يكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. يعني زي ما اللعيبه بتعاهدنا دايما ان شاء الله يبداوا بدايه حماسيه، وان شاء الله يكون عندهم العزيمه والاصرار ان شاء الله يلعبوا على البطوله من اول يوم بدون اي تفريط في اي نقطه. ان شاء الله النادي الاهلي قدها قدود، ان شاء الله النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا والدوري والسوبر اللي جاي ان شاء الله. احنا بنناشد لعيبه النادي الاهلي ان هم الموسم ده يكون كل البطولات ان شاء الله داخل النادي الاهلي، وبنشكر مجلس الاداره على الدعم مع اللعيبه الجديده، تيم جديد وفريق جديد ومدرب جديد، واحنا مش متعودين نشوف النادي الاهلي ما ياخدش الدوري. جود لك نيكست يير. بقول لهم يعني انتوا رجاله وقد المسؤوليه وقد روح الفانيلا الحمراء، والنادي الاهلي مش اي نادي، والناس تعتز ان هي تبقى في النادي الاهلي. اعتقد باذن الله، باذن الله ان شاء الله يعني الفريق هيعمل حاجه كويسه ان شاء الله، تشرف في النادي الاهلي ويرجع لمستواه ان شاء الله باذن الله، والحصول على البطولات ان شاء الله المحليه والقاريه ان شاء الله باذن الله. حضراتكم سمعتوا بنفسكم يعني في كده لغه تفاؤل في او عند جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تطبق او تترجم بقى على الارض. بس انا عاجبني جدا الروح المعنويه الموجوده، الدعم لازم يكون موجود من اللحظه دي، ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا كده روح انهزاميه. طبعا في ناس تحدثت عن ان احنا مش واخدين على خساره الدوري يعني سنتين ورا بعض، كنا بنقول لحضراتكم بلغه الارقام ده حصل من 20 سنه يعني، قديم جدا هذا الموضوع. وده برده حق مشروع ان الجماهير بتاعتك يا كريم تطالبك بالبطولات اللي راحت منك، اللي هي مش متعودين على كل حال ان هي تروح. نبدا على كل حال بقى نشوف كمان الناس او الرسائل اللي بعتوا لنا على السؤال اللي احنا طرحناه لحضراتكم، الرساله الموجهه من الجماهير للنادي الاهلي مع بدايه الموسم الجديد. نبدا بمحمد هشام بيقول رجوله في الملعب بلا تهاون او رحمه لاي فريق، محتاجين رد قوي على السنه الماضيه والنتائج كبيره على جميع المنافسين، وانا اتفق معاه بصراحه. اكرامي المصري الدوري يا اهلي. احمد مازن بيقول عايزين 11 راجل في الملعب، واحمد عبد الحفيظ بيقول على بركه الله العبوا بحماس لاخر ثانيه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. عمر احمد بالتوفيق لكم وانتم لعيبه كبار ولكن بالعزيمه. وكريم السيد اتمنى كل التوفيق لنادينا الحبيب في كل البطولات ان شاء الله، نفوز بكل البطولات. اهو بص بقى مطالب بكل البطولات مش دوري بس، وكل التوفيق للعيبه والجهاز الفني والاداري، يكون موسم مليء بالبطولات ان شاء الله يا رب. محمد الروبي بيقول العب بروح الاهلي، وحامد ابراهيم بيقول بالتوفيق ان شاء الله للاهلي. سلطان، لا ده سلطان مين؟ صف الله عبد الفتاح قريتها سلطان. عدم التفريط في اخذ الحق والوقوف ضد كل فاسد فاشل، تحس كده في رسائل ضمنيه عند سيف. احمد محمد اتمنى الفوز بكل البطولات وروح اللاعبين هو السر بالفوز. حسن عماره اتمنى الالتزام القوه والعزيمه من ابطال الاهلي. هشيمه صالح قالت ايه بقى؟ قالت نلعب برجوله، نلعب على المكسب، انتوا بتلعبوا في اعظم نادي في الكون، اتقوا الله. طب كمل. أحمد رمضان بيقول بالتوفيق إن شاء الله لنادي قرن أعظم نادي في الكون، وبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، وإن شاء الله الدوري في الجزيرة من تاني ونحقق العلامة الكاملة. وإبراهيم الشربيني بيقول بالتوفيق إن شاء الله لنادي القرن أعظم نادي في الكون. محمد السيد الدوري يا أهلي، كله بيطالب بالدوري طبعا. من نطلع أمين عايزين الدوري يرجع بيته تاني. شفت يعني مين للتركيز على بطولة الدوري برضه، زي ما كنا بنقول البطولة الأقرب لجماهير النادي الأهلي. عيد أبو علي لعيبة رجالة، لعيبه رجاله، وان شاء الله بدايه موفقه لاعظم نادي في الكون. هنرجع نقول تاني البدايه هتبقى مهمه جدا يا كريم، ان هي تبقى ضربه بدايه زي افريقيا، تبقى كمان محليا ضربه بدايه قويه ان شاء الله، هنتكلم في ده بكره بالتفصيل طبعا باذن الله. حسام الزناتي بيقول ستظل انت الاعظم في التاريخ يا اهلي على الحلوه والمره معاك. حسن خالد الكاشف بيقول بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في الجزيره من تاني ونحقق العلامه الكامله في كل البطولات. ومحمود علي بيقول الاهلي تاريخ
ومن أراد أن يكتب اسمه فليتفضل. أخيرا حسن عبد الكريم، بس عاوز قناة الأهلي تذيع ماتشات الأهلي في الدوري حصري على القناة، قول إن شاء الله. أيوب جرجس، ماتش الإسماعيلي يا رجالة بداية الموسم موفق إن شاء الله بإذن الله. وميدو فتحي، بالتوفيق إن شاء الله، أملنا فيكم كبير وربنا يتمم شفاء الأسطورة بيبو بإذن الله. برضو يعني رسائل كتيرة جدا طبعا مش هنقدر، لأن رسائل جماهير النادي الأهلي عمرها ما بتنتهي، لكن على كل حال بنشكر كل الناس اللي بعتت لنا.